قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا شيء متعلق بالنساء، فركزوا معنا أيتها الأخوات. قال لك طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، بمعنى يعني يطيب مثل طيب مثل هذا، يعني في 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 ريحة طيب وليس له لون. وطيب النساء عكس ذلك. احنا خلينا نقول هني يقول أحد العلماء ابن بطال: طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك. يعني المقصود بالطيب هنا ما تتزين به المرأة من الألوان في وجهها، أو قال العلماء أيضا إضافة حليها، فهذا زينة المرأة، يعني الشكل ظاهر بس من غير ريحة حتى لا تلفت الأنظار. انزل واضح. والرجل يطيب بالطيب، ما في ألوان، ثوب الألوان طبيعية، لكن طيب الرجل في الريحة وتزين، هذا تزين الرجل بالريحة وتزين المرأة بالألوان، يعني مثل ما يسمى المكياج، مكياج والحلي وغير ذلك. وأيضا هذا قال العلماء إضافة مهمة جدا، هذا إذا أرادت الخروج من بيتها، يعني أما وهي في بيتها نقطة مهمة، أما في بيتها فهي تتزين لمحارمها ولزوجها بما تستطيع بما شاءت يعني. طيب هذا أيضا معلومة ضيفوها، المرأة في بيتها تتزين لزوجها ولمحارمها بما شاءت، لكن إذا خرجت فتكون زينتها مثل ما وصفنا، إذا خرجت وتغطي هذه الزينة.